أنا غلطان اللي زعلت، هذه النتيجة. بلك حفيدتي اتخطفت، فكنت عارف من الأول إن اللي بعمله ده غلط وهيوديني بداية. إيه ده يا عم رزق؟ إحنا مش هنسكت وهنحاول نوصل. حاول يعني إيه؟ بلك بره كل اللي بيحصل، وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أرجعها. البنت ملهاش أي ذنب. وشي منكم في الأرض، بس وعزة جلالتي لا أرجعها لكم. وانا مش هستناكم. البنت لو ما رجعتش انا هعرف ارجعها بطريقتي. يعني بصراحة انا فكرت كتير كده قبل ما اجي اكلمك في الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه. خش في الموضوع على طول. اتكلم اتكلم. أنا عايز أتجوز حالا. تتجوز إيه؟ عايز أتجوز حالا. تتجوز حالا؟ آه، أنا وهي بنحب بعض من زمان يعني، وعايز أكمل حياتي معاها. يا حنين حبيب، ها؟ أنت نسيت نفسك؟ تعبيتي أنا ولا إيه؟ وإحنا عشان عملنا لك أغنيتين وبقيت ترند تيجي تتجوز حالا؟ أوعدك إن أنا هخلي بالي منها. هو أنت رحت بخيالك بإن أنت قد إن أنت تتجوز حالا؟ إيه؟ نسيت أصلك؟ وماله أصلي؟ يعني إيه اللي عيب فيه؟ لا ما يعبكش، بس ما يخليكش تطمع إنك تناسب عيلة هارون أو تتجوز بنت سراج عمران. اسمع يا شريف يا حبيب قلبي، أنا مش عايزة أزعل منك، وأكيد أنت مش عايز تزعلني، صح؟ صح. أنا مش عايزة حالة تعرف إن أنا رفضتك، عشان أنا عارفة إن هي عايزاك. هتروح تقول لها إن أنت مش عايزها، عشان أنا ممكن أزعلك، وهزعلك جامد. يلا، مش عملت لك كده؟ ده انصدم خالص وخاف جد. عشان مستفيد. مستفيد من ايه؟ مش عايز يخسر اللي وصله على ايديني. انت عارف شريف ده عامل زي الكلب، مش عايز يعض الايد اللي اتمدت له، مع انه شايف نفس الايد بتضرب اخواته. انا ماليش في الواد. مش كنت ماشي؟ أنا كمان؟ ماشي. أنا خفت بجد. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.